السلام عليكم خوتي اخواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناه ام البنات. نتمنى تكونوا كاملين صحه جيده واحسن الاحوال. احنا خارج اليوم ان شاء الله اللاغو، وكيف العاده خرجتكم عند لكم واحد الدويره. صراحه اللاغو بارد واخا راه ولات شنيوله. خرجنا الوليدات هكا يلعبوا، راه واخا كل يوم جاني ما عامرش بزاف بحال اخر مره جيت ليه كان عامر. ايوا حنا نسرحوا شويه رجلينا، الولدات بغاو يمشيو يلعبوا بلاصه الالعاب، نديهم يلعبوا. شفت تبارك الله الدنيا كي خضره، كيعجبني اللاكو، الجو ديالو زوين وبارد، غير هي القضيه ديال شنو ولا اللي كتخسر كتندمك كاع. وكيولي الصيف كيسخن الحيط صافي كتولي شنو. شوفوا على منظر تاع بزاف اللي بغا يتمشى اللي بغا يجري. الناس دايرين البيكنيك هنايا باش نشد لكم الناس حدايا. هنا الوليدات كيعجبهم اللاكو، بقاش كبير كيتمشاو كيجريو كيلعبو بزاف ديال الالعاب. هنا نديهم يلعبو شويه لهي. اون فولتا في الماتش. اون سبقوني عليهم طالعين تيمشيو للالعاب. صراحة بزوين هاد اللاكو كتمشي فيه مزيان اللي بغا يدير الرياضة. الجو فيه زوين. الجو فيه واعر، واخا تشني ولا كتعصب واحد شوية وني كيكون بارد. كيكون هادو هو المتنفس اللي كاين هنا بعدا. كاين شحال من بلايص وني هدا شوية حنا اللي قريب لينا. صراحة طاح الظلمة ديال اللي كيطيح، وخا هكاك لاكو باقي عامر. الوليدات ملي يسدو هاد ديال اللعاب هادو صافي سالاو، هادو باقيين عاد تفكرو هما الكرة
واللي بغى يلعب بيكالا. برافو يوسف، برافو يوسف، عاد تفكر بالبيكالا يلعب بها باش يكونوا حالين هادو ديال اللعاب. قال لك كيبغيو يلعب، كيبغيو يلعبوا عام معاهم هما حتى يسدوا، عاد كيقول لك ما لعبناش حنا الجرده صراحه. اصلا لاكو دابا عاد بدا كيبرد. وهكا كنوصلوا لنهايه لا فيديو ديالنا، نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون خفيف ظريف عليكم. ما تنساوناش بالدعم واللايك والاشتراك الا كنت اول مره كتشوف تتشاهد القناه. خليتكم لهنا وراحه البال الى فيديو اخر ان شاء الله.